السلام عليكم ورحمة الله. كما عادتي بعض الأحيان أنا ندخل بزاف هذا البارنس نوبل، نشوف فيها كتب، نشوف واش كاين جديد. وميم طون راني كنت نفيلمي هكذايا، ومن بعد جاني واحد عامل يشتغل تما وسقساني واش راك دير وعلاش راك تفيلمي وكلش، واحد سمعوا هذه المناقشة معهم بعدين. ولكن السؤال اللي احنا نقول انه هما بالذات هما عندهم الكاميرا بارتو داخل هذا، لان عندهم الكاميرا يفيلميوك، يقدروا يصوروك، يشوفوك واش راك دير. معليش هما معليش ليهم يصوروك، من حقهم يصوروك، بصح انت كي تصور هكذا شغل ممنوع، متى لازم دوموند لا بيرميسيون. وقال دوموند لا بيرميسيون، يعني ما غلطش هنا، ما نظلموش، لا بيرميسيون تاني مليحه. ولكن في هكذا يوم مادام ما تصورش الوجوه تاع الناس وكل حاجه، نورمالمون ما عندك حتى مشكله تصور في الكتب، واش راك دير لهم بيبليسيتي ليهم، راك تزيد تعاونهم كامل هكذا. دوك تسمعوا الحوار معه. وكان عندي واحد الحوار مع واحد الشخص تما امريكي يتكلم بالفرنسيه والايطالينيه، وتكلمنا بالفرنسيه، كان عندنا كلام مليح، تكلمنا على الجزائر، تكلمنا على اللاعبين تاع زيدان، بنزيما، تكلمنا شويه هكذا على التاريخ تاع الجزائر شويه. سيتي بليزير. يا اس فيديو فور يوتيوب اباوت بانس موبل، از ات اوكي؟ Typically, you do. This is a private establishment. You do have to ask permission to film in the store. But I'm not filming faces. I'm not filming any faces. I'm filming books. Okay, Mitra, just to make you aware, we have a YouTuber that's walking around filming all the stats. Are you hiding something? I don't want you to. No, it's just about people coming in and filming. Typically, you have to speak with management to get permission to do that. We can do that. We can do that. No problem. ما عجبوش الحال كان في المي. اون بليس قلت له مانيش نفيلمي الوجوه، راني نفيلمي حاجه، ولا عندك شي حاجه مخبيها قول لي. قال لي ما عندي، ماني مخبي، باك لازم ديموندي بيرميشن. هذه هي، بصح كي نحب نشري حاجه يقول لك شري ما راح لكش. خلاص، ذاتس انف. أنا لابس في الميت.